يواصل معبر رفح المصري استقبال شاحنات المساعدات التي تتدفق للدخول إلى قطاع غزة، حيث شهد المعبر اليوم دخول أكثر من 250 شاحنة متجهين لمنفذي العوجة وكرم أبو سالم، وذلك تمهيدا لدخولها للجانب الفلسطيني، بالإضافة لدخول لاستقبال الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. هذا ويشهد المعبر اليوم زيارة تفقدية لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للاطلاع على الجهود المصرية المبذولة في إدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين. مراسل التلفزيون المصري محمود جميل يطلعنا على التفاصيل. نحييكم من أمام معبر رفح المصري الذي لازال تتدفق من خلاله دخول الشاحنات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، لكن أبرز ما يتم اليوم أمام المعبر هو بالطبع يعني وصول وزيرة الخارجية الألمانية التي وصلت بالفعل إلى مطار العريش. هذه الزيارة هي زيارة هامة لأنها تأتي بالتزامن مع زيارات عديدة تتم في المنطقة على الأقل في هذا الوقت لدخول أكبر عدد من الشاحنات والمساعدات، هذا بالإضافة إلى أن ألمانيا قدمت عدد من المساعدات الإنسانية من خلال مصر في الماضي. نتحدث عن طائرتين وصلتا بالفعل لمطار العريش في الفترة الماضية بها عدد من الأطنان والمستلزمات والمواد الغذائية، بالإضافة إلى طائرتين وصلتا بالفعل، طائرة منهم أمس من الصليب الأحمر الألماني على متنها 29 طن من المستلزمات والمواد الغذائية، وأول أمس كان أيضا يعني طائرة بها من الصليب الأحمر الألماني على متنها 30 طن من الخيام والمساعدات المختلفة. إذا ما تحدثنا أيضا بجانب هذه الزيارة الهامة، حركة المعبر اليوم من حيث دخول الشاحنات، نتحدث عن 120 شاحنة دخلوا بالفعل من منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 152 شاحنة دخلوا إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. نتحدث أيضا من ضمن هذه الشاحنات، تتحدث عن 12 شاحنة موجهة إلى مستلزمات طبية إلى مستشفى الإماراتي الميداني، ثم 4 شاحنات إلى الخيم الموجودة أو المخيم الإغاثي الموجود في محافظة خان يونس والذي تقيمه جمعية الهلال الأحمر المصري مع نظيرتها الفلسطينية بناء على توجيهات القيادة السياسية. وفي هذا الأمر أيضا تم زيادة 100 خيمة جديدة، وأيضا استقبال 90 أسرة جديدة، وتم تقديم 2000 سلعة غذائية محملة بعدد من المواد الغذائية المختلفة، بالإضافة أيضا إلى أن الشاحنات التي أفرغت حمولتها تخرج الآن من خلال معبر رفح بعد أن قدمت كل المساعدات المختلفة، بالإضافة إلى أننا تابعنا أيضا حتى الآن خروج 3 سيارات إسعاف محملين ب3 حالات من المصابين والجرحى الذين أتوا حتى هذه اللحظة متوجهين إلى المستشفيات المخصصة لهم سواء في محافظة شمال سيناء أو حتى في القاهرة. فإذا نتحدث عن مجهودات مصرية كبيرة مستمرة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين والتنسيق المستمر في استقبال الزيارات والوفود لإطلاعهم على حجم المساعدات والشاحنات الموجودة، وأيضا أن يكون هناك صوت لإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة لتلبية احتياجات أهالي القطاع هناك. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري.